خف ايدك شويه خلينا نخلص شغلانه النهارده بدري. اسمع يا استاذ حسين، امر الشغل اللي معاك ده هتنفذه بكره بعد ما تخلص الشغلانه اللي في ايدك النهارده. وانت يا استاذ ربيع هتاخد 10 عمال وتطلع على عماره المنتزه تشطبوا على كل الشغل اللي فيها. يلا يا اخويا انت وهو على البركه. هتشتغل يا يالا واقف تتفرج عليا؟ ده عمال ايه دي؟ عمال ما يعلم بها الا ربنا. شويه شاي يالا. اهلا 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 بست الحسن والجمال. يمين بالله ما انا مصدق نفسي. عاوزه نتكلم معاك. طب اهبديني بالبوكس كده في مناخيري عشان اصدق انك واقفه قدامي بشحمك ولحمك وبتتكلمي معايا دلوقتي. تحب نتكلم مع بعض هنا ولا نروح نقعد في حته على البحر هاديه كده نتكلم مع بعض فيها؟ هما كلمتين يهمني انك تسمعهم. صوتك وشكلك كده بيقولوا انه كلام ما يطمنش. ما انا افهمها لا مؤاخذه. طيب تعالي نقعد في عربيتي الملاكي دي عشان نتكلم مع بعض على راحتنا. اتفضلي اتفضلي يا ست العرايس. اهلا اهلا وسهلا. اصل الحته دي يا مؤاخذه بتشغل عمال زي ما انت شايفه وما يصحش يعني اسيبك واقفه قدامهم وبنتكلم مع بعض. اتفضلي. ايه النور ده كله؟
ربنا يجعل صباحنا نادي النهارده. أؤمر يا أمر. بص يا أستاذ سمير، من الآخر الديون اللي على بابا أنا هدفعها لك. ومالي؟ وأنا موافق ومش هسألك هتدفعيها إزاي. الكميالات اللي بابا مضى لك عليها تقطعها وأنا همضي لك بدلها باسم. هي الحكاية كده بقى. عندك حاجة تانية؟ ما ينفعش. ليه؟ لأني بحبك وعزة جلال الله حبك خرسانة مسلحة مكلبشة في قلبي، ولا يمكن أدخلك السجن أبدا. لكن لو أبوك لعب باتفاقه معايا ممكن أعملها معاه. يبقى تديني مهلة وأنا هدفع لك الفلوس اللي بابا خدها منك. برضو موافق. عايزة مهلة قد إيه؟ تستنى عليا لحد ما أخلص الكلية وأشتغل. محدش ضامن عمره. اعتبر إنك مستنيني عشان الجواز. الكلام ده كان زمان قبل اللي حصل منك وقبل ما تعرفي الحقيقة. اسمعي، قدامك شهر وتدفعي لي كل الفلوس. لو هدفع يبقى هدفع ال 1500 جنيه بس اللي ابويا خدهم منك. كده تبقى واقفه عليا بخساره. ده حقك وغلاوتك عندي. الفلوس دي لو كانت اشتغلت معايا في السوق كانت جابت الطاق 3 و4. وبعدين انا النسبه اللي انا واخدها من ابوك دي نسبه بسيطه، كان يعني كنت حاططهم في البنك. خلاصه الكلام يا بنت الناس، أني حقي لازم ناخده على داير المليم. أني حقي ده اللي بتتكلم عليه؟ أنت واخد أكتر من حقك وزيادة. الورق اللي أبوكي مضيه بيقول غير كده. يعني مفيش فايدة. الخلاصة اللي عايزك تعرفيها يا بنت الناس إني بحبك ومستعد أدفع فيكي كل اللي عندي. حتى لو قلت لك إني ما بحبكش؟ يبقى عليا وعلى أعدائي بقى، ويبقى حد يفكر ياخدك غيري. أستاذ سمير، أنت ممكن تكون راجل كويس لكن صدقني انا ما انفعلكش. ده بالنسبه لك انت، لكن بالنسبه لي انا انت وبس اللي تنفعيني. صدقني اي واحده غيري تتمناك. وبعدين انا حياتي مختلفه عن حياتك خالص. ما هو علشان كده انا عايزك انت. بص يا بنت الناس، انا بعون الله نقدر نتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه من توبي، وانا عارف انهم هيسعدوني وهيمنجهوني اخر منجها. لكن انا عايزك انت بالذات. تعرفي ليه؟ انت اللي هتكملي اللي ناقص عندي. يعني الحكايه حكايه نقص ومش زي ما انت بتقول انك بتحبني. احسبيها زي ما تحسبيها وكفاياكي كلام بقى. ومن الاخر كده، انا لو هنستنى عليكي هنستنى لغايه ما تخلصي امتحانات السنه دي وبس، وبعدها يا تدفعي الفلوس يا نلبسك الشبكه. ده اخر كلام عندك؟ ما عنديش غيره. حتى لو عرفت اني ما بحبكش ولا هحبك في يوم من الايام، مش مهم عندي. المهم انني بنحبك وعايزك. هعيش معاك وانا قلبي مع واحد تاني. يبقى هحصرك عليه. هحصرك عليه يا منى يا بنت محمود. لو عملت فيه حاجه هوديك في 60 داهيه. يبقى ما تجيبيش سيرته تاني قدامي. ويكون في علمك بعد الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي، الرد لو ما جانيش بعد اسبوع انا هنلبسك الشبكه ومش هستنى الامتحانات السنه دي. وبعد كده روح زور يا عم محمود في النيابة، ولا خدوا له عيش وحلاوة في السجن. Thank you.
هعيش معاك وانا قلبي مع واحد تاني. يبقى هحصرك عليه. هحصرك عليه يا منى يا بنت محمود. لو عملت فيه حاجه هوديك في 60 داهيه. يبقى ما تجيبيش سيرته تاني قدامي. ويكون في علمك بعد الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي، الرد لو ما جانيش بعد اسبوع انا هنلبسك الشبكه ومش هستنى الامتحانات السنه دي. وبعد كده روحي زوري عم محمود في النيابه، ولا خدوا له عيش وحلاوه في السجن. زي ما سمعت يا استاذ سمير. متاكد يالا؟ زي ما انا متاكد انك استاذ الاساتيد. يعني سيرومي واقف دلوقتي مستني الست جولييت على البحر. طيب يا سيرومي، اما طلعت نقبك على شونه؟ اسمع يالا حباش، تجري دلوقتي حالا على بيت عم محمود وما تخليش بنته المحروسه تخرج منه، فاهم؟ فاهم يا ابو الاساتذه. اجري يالا. والله واستعجلت على قضاك يا ابن عبد الستار. لا كده يبقى ابوها تعبان بجد، مش ممكن عليها تقول لها اني هكون مستنيها وما تجيش. لازم اروح لها البيت واطمن عليها وعلى ابوها، اكيد هي محتاجه لي دلوقتي اكيد. على فين يا روميو؟ ايه؟ خدت بومبا خفيف؟ السنيورة ما جاتلكش حسب الميعاد؟ انت مين؟ انا خطيب منى يا رخم. خطيب منى؟ ايوه منى. منى اللي هوبت ناحيتها تاني هكون مكسر لك دماغك. اسمع يا جدعان، اولا ما تعليش صوتك. كنت فاكر انك تتحمى في الرجاله دول، فلازم تفهم انها مش سايبه. انا ما بتحماش في حد يالا، ويمين بالله لو تعرضت لمنى ده كل اخر يوم في عمرك. عايم اضرب يالا، خش يالا. ما كانش لازم ارجع البيت هنا، حتى بعد ما عرفت ان سمير بعت ورايا واحد يراقبني. كان لازم اروح لعبده عشان انبهه انهم ممكن يأذوه. سمير ده راجل بلطجي وممكن ينفذ تهديده عشان يوريني انه قد كلمته. لا مش عارف، انا لازم اخرج، لازم اروح له، واللي يحصل يحصل. دي المهنة، أما الوظيفة بقى فأنا الدراع اليمين بتاع الأستاذ سمير. بص حضرتك باعتبار ما سيكون. أنت عاوز إيه؟ هو اللي طلعك هنا؟ أنا أطلع أي حتة ما دام أخدت الأمر من الأستاذ سمير. أما بقى عايز إيه؟ فهو اللي عايز. عايز يعرفك إن الباش مهندس عبد الرحمن أخد الطريحة اللي هي عشان ما يضايقكيش تاني. أنت عملت فيه إيه؟ عملت فيه يا كليب؟ ولا حاجة، قرصة ودن هربال الدماغ عشان لما يشوفك ما يعرفكيش، ولو عرفك يلف ويرجع تاني. يا كليب يا حيوان، يا كليب مجرمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي يا بنتي شوي. حاسب يا حكمة. حاضر حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ابني. ما تقول لنا مين اللي طلعوا عليك دول، خلينا نعرفه نتصرفه. يا بدي حاجة بسيطة، شوية عيال ساعة كتروا عليا وأنا عرفناهم مقامهم. ما كانش لازم تيجي عليا، كان لازم تروح على الكراكون تثبت حالة وتعمل معطى. مفيش داعي لده كله يا جدي. مفيش داعي ده ايه؟ ده انت دخل عليا سايح في دمك يا ولد. ياما دي حاجة بسيطة. حاجة بسيطة كبيسة، كان لازم تقول لنا. قول لي مين دول؟ الظاهر لازم نرجعهم شقاوة زمان بقى ونفرجوكوا هنعمل ايه؟ انا همسح بيهم بحري. يابا انا شايلينك لوقت عوزة. شوفي مين يا صاحبي، ولو ستك ما تقولهاش حاجة، دي بتخاف على عبده من هوا الطاير. حاضر يا سيدي. حاسبي يا حكمة. منى ازيك يا منى؟ ازيك يا سحر؟ هو عبد الرحمن موجود؟ ايوه موجود، اتفضلي. ثانية واحدة بس هديله خبر. عبده منى برا وعايزاك. اقطع دراعي اما كانت العركة دي بسببها. من فضلك يا ماما. من فضلك ايه؟ الله، العركة بسببها وجاية لحد هنا؟ دي ايه البجعة دي؟ الله، الدنيا جرى فيها يا جدعان. نقول لها ايه؟ طيب بعد اذنكم انا هروح استقبل. لا خليك مرتاح انت يا عبد الرحمن، خليها تفضل يا سحر. حاضر. حق بطلوا ده واسمعوا ده. تتفضل فين يا حاج؟ في اوضته. ايوه. اتفضلي يا منى يا بنتي. مساء الخير. عرفت ان حصل لك مشكله، طمني عليك، انت كويس؟ طمني، حاجه بسيطه. بين ما جدع المجنون اللي قلت لي عليه جالي وقعد يقول لي كلام غريب قوي. انا بس استغربت هو ازاي عرف بالميعاد اللي بينا. الله يا سيد، الله يا حكمة، نقعد في الصاله. ده كلام يا ابا. ابوك عايز نخرج يا سيد. هنقعد في الصاله والباب مفتوح، يلا. متخيلتش ان ده ممكن يحصل. انت مخبية علي ايه؟ ليه اتأخرتي عن الميعاد؟ والراجل المجنون ده عارف بالميعاد ازاي؟ تكونش صاحبتك عليها هي اللي قالت له؟ صاحبتي مالها الذنب؟ هو كان عندنا في البيت، اكيد اتصنت على باب اوضتي. الراجل ده لسه بيجي عندكم البيت؟ ايوه. وازاي باباك يسمح له؟ اتكلمي يا منى، قولي لي في ايه بالظبط. سمير بقى له صلاحيات في دخول البيت على اعتبار انه خطيب. مين خطيبك؟ يعني ايه يعني تقدمني بشكل رسمي؟ ما انت قلتي لي الحكايه دي قبل كده، عرفت انه تقدم لك وانك رفضتيه وخلاص خلصنا. على عموم الامتحانات قربت، النتيجة هتظهر، وبعد ما تظهر انا هنجيب اهلي كلهم ونيجي نخطبك رسم من ابوكي. ما عادش يجي منه الكلام ده يا عبد. يعني ايه ما عادش يجي منه؟ هتتكلمي يا منى، انت عمرك ما خبيتي عني حاجة. فعلا هو ده اللي جابني ليك، عشان دي اخر مرة هتشوفني فيها. يعني ايه الكلام ده منى؟ بصراحة أنا اللي بعتلك سمير عشان أتكلم معاك. ما تستغربش،
أنا بعتهولك عشان يقولك إنه خطيب وإن أنا موافقة، بس متخيلتش الوضع يوصل إنكم تتعاركوا مع بعض. بتقولي إيه يا منى؟ أنت في حد مهددك بحاجة؟ منى ما أقدرش أصدقك كنت في الحالة دي. في حد مهددك؟ مفيش حد مهددني ولا حاجة. الحكاية ببساطة إن أنا حسبتها بيني وبين نفسي صح، وبقولك الكلام ده في بيتك وفي وسط أهلك عشان يسمعوا ويعرفوا ان اللي منا انتهى. انا ما يهمنيش مين يسمع ومين ما يسمعش، اللي في البيت واللي بره البيت، اسكندريه كلها عارفين ان انا وانت عايشين اجمل قصه حب في الدنيا. منى انا هنيجي نطلبك من ابوكي انا وجدي بعد النتيجه ما تظهر. وانا بقولك ان اللي منا انتهى، وبصراحه انا مش هقدر استناك 4 سنين عشان بعثه. انا هلغيها البعثه دي. اه مش عايزه نلغيها عشان نفضل مع بعض، نلغيها عشان حبنا ما يموتش. بصراحة أنا بعتبرها قصة حب فاشلة وانتهت. استني بقى، لأن أنا مش فاهم حاجة خالص. أنت بتقولي إيه بالظبط؟ يعني فهميني كده، بتقولي هو إيه دي أنا هي دي اللي فاشلة؟ أنا وأنت قصة حبنا فاشلة؟ بأمارة إيه؟ بأمارة إيه قصة حبنا فاشلة؟ بأمارة كل الأحلام اللي حلمناها سوا؟ فاشلة إزاي؟ انطقي! انطقي! بصراحة العرض اللي قدمه لي سمير كان مغري جدا. عرض؟ أيوه عرض. فيلا في العجمي على البحر، وفلوس في البنك، وكمان سفر في الكويت، هيفتح شركة مقاولات هناك كمان. تفتكر عرض زي ده لو جال أختك مش هتوقفي؟ ما تدخليش أختي في الموضوع ده خالص. أنا جاي لك في وسط أهلك عشان أقول لك ما ينفعش تقابلني تاني، لأني بقيت مخطوبة بشكل رسمي لواحد غيرك، واعتقد انك ما تقبلش تقابلني وانا مخطوبه لحد تاني. انا مش مصدق اللي بنسمعه. انا اكيد بنحلم. الحمد لله يا ابني اللي ما سمعناش كلامك وروحنا لابوها نخطبوها زي ما كنت عايز. عبده كان هيجي لك يوم ينجع عشان يخطبك ونتكلموا في تفاصيل الجواز، كان الظاهر انه غلطان، ما كانش يعرف انك انت بتحسبيها وانه هيطلع خسران. ابني مش هيخسر ابدا، ابني هيبقى باشمهندس قد الدنيا وهيتجوز كمان ست ستك. خسارة يا بحر، العهد اللي كان بيني وبين منى هنا انها مش هتكون لحد غيري، بس بعته رخيص قوي، بعته بفيلا وعربيه وفلوس في البنك، بعت الحب، بعت المستقبل، ونسيت انك كنت شاهد عليها. لكن وحيات كل نقطة مية فيك يا بحر، وحيات كل حبة رمل مسكناها بأيدينا، لخليك تندمي على كل لحظة حب عشناها. ما بقاش أنا عبد أمنا، إما دفعتك تمن الغربة اللي هعيشها وأنا بعيد عنك. واشهد عليا تاني يا بحر.
أنا ألغيها البعثة دي. آه مش عايزها. نلغيها عشان نفضل مع بعض. نلغيها عشان حبنا ما يموتش. أنا وأنت قصة حبنا فاشلة؟ بأمارة إيه؟ بأمارة إيه قصة حبنا فاشلة؟ بأمارة كل الأحلام اللي حلمناها سوا؟ فاشلة إزاي؟ انطقي! انطقي! سميرة يا بنتي، بعت الفستان ده مع الراجل من المحل، بيقول تقسيه عشان لو عايز تصليح ولا حاجة يعملهولك قبل ما يمشي. ايه رأيك يا بنتي؟ كويس؟ كويس يا بابا، كويس. يا بنتي انا عارف ان انت كان نفسك الليله دي تبقي بتتزفي وتتخطبي لواحد تكوني بتحبيه، تكون انت اللي اخترتيه بنفسك لنفسك. انما نعمل ايه يا بنتي؟ ده قدر ربنا علينا. معلش امرنا لله. بس اللي نفسي اسالهولك يا بنتي، انت مش كده تبقي بعتي نفسك؟ بعت نفسي بس اشتريتك يا بابا. بتفتكر ده هيبسطني ويريحني؟ لكن هيبسطني ويريحني انا طول عمري. يا منى يا بنتي، انت بنتي وانا اللي مربيك، بتكذبي على نفسك ولا بتكذبي عليا؟ لا حيرصتك ولا حيريحك طول ما انت عايشة مع الراجل ده، ولا حيرصتني ولا حيريحني طول ما انا حاسس ان انا السبب في كل اللي بيجرالك. خلاص يا بابا، الموضوع ده انتهى خلاص. انا اخد بيتي النهاردة، كل واحد بقى بياخد نصيبه في الدنيا. ايه الاخبار يا اولاد؟ امتياز يا عبدو، امتياز. الف مبروك يا رانيا. وانا انت اللي امتياز. مبروك يا عبدو، الف مبروك. جبتك جدا، الحمد لله. مبروك الحمد لله، جبتك جدا، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. وانت يا رانيا؟ جيد جدا. مبروك، الف مبروك. عملت ايه يا بني ادم؟ جبت جايب. طب كويس، مبروك. ده كده البعثة طارق. لا اصبر، هتشوف. اصبر بس. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه الاخبار؟ يا دكتور هاني، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار يا ياد؟ مال شكلك عامل كده؟ نتيجة ظهرت اصلا عندنا. وقعت ولا ايه؟ للاسف طلعت الاول وبقيت وجبت امتياز على الدكتور. مبروك مبروك يا خبيب. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ خد بالك، 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 خد بالك. يا عبد اللي نجح. وانت يا ابني نورت الحاره. حاضر يا حاج. عبد ابني اللي نجح، عارف، جاب امتياز. الف مبروك يا عبد. ملوش لازمه اما اللي بتعمله. هو ايه ده يا ولد اللي ملوش لازمه؟ ده له لازمه ونص كمان. مش لازم النهارده بالذات يا عبد. يسلم، عايزه هي تفرح وانت لا. انا النهارده مش هنقعد في بحري كلها. تبقى غلطان يا ولد. ايوه غلطان وستين غلطان. ده انت لازم تجيبها يا واد. واذا كانت هي خطوبتها النهارده، انت كمان هنعملوا لك زفه ما حصلتش. يما انا النهارده مش هنقعد في اسكندريه بحالها.
بس عليك يا عبدو، مش انت يا ابني اللي تقول كده؟ ورحمه اخوك جمال، ورحمه اخوك جمال يا عبدو. ما تسيبناش الليله دي يا ابني عشان خاطري، ده احنا اهلك وفرحانين بيك، ده اصحابك حتى كلهم جايين يا ولد. وبعدين هو نجاحك ده قليل ولا قليل؟ ده انت فرحه امي يا حبيبي. حبيبي خدي، وخدي ده كمان، خلي بالك من الطقم ده. الا ده من الحاجات بتاعت الشوار بتاعي. وانت بديك الساعه لما تطلعيهم يعني ونجاح عبد اخويا. اسكتي لحد يسمعك. تعالي اظن بقى كده يا بنت السكه بقت فاضيه لك على الاخر بعد اللي حصل وحكيناهولك. ورينا بقى شطارتك معاه. عارفه يا اختي، عارفه انك عايزه تجوزيني اخوكي علشان يخلالك الجو مع عباس. يا سلام، وايه الجديد في كده بقى يا ست سهير؟ ولا هنتبغدده بقى بعد اللي حصل وحكيناهولك؟ المهم ما يبقاش كلام في كلام. طب وعايزاني نعملولك ايه يعني؟ تعالي ورا اقولك. تزني على دماغ اخوكي وتعرفيه ان مفيش حد في الدنيا دي كلها ينفع له الا انا، وتخليه يجي يتقدم لي. يا لهو يا سهير، في الظروف اللي هو فيها دي؟ طب ده كان يبهدلني. امال يعني ايه؟ انا اللي هنروح نقول له؟ لا، انت خليكي جنبه كده واحده واحده، وهو في الظروف اللي فيها دي يمكن قلبه يرقلك. يستاهل، خليه يجرب حرقه القلب. سهير، خلي بالك ان اللي بتتكلمي عليه ده يبقى اخويا. طب ما تزعليش يا بنت، تعالي خدي خدي الكوبايات دي وخلي بالك منها لا يقعوا منك. يلا فوتي. لساك بتفكر فيها بعد اللي عملته فيك؟ أنا مش قادر نصدق اللي حصل بيدي. أنا وماما بنحب بعض بجنون، فجأة كده تنسى. لو الكلام ده ما كانش قدامنا يمكن ما كناش صدقناه زيك. لكنني عايزك تفوق لروحك يا ابني، ونهاية قصة حبك مش نهاية الكون كله. الصورة دي مش من حقك دلوقتي لأن خطوبتها الليلة دي. عارف يا جدي، عارف، وهو ده اللي معذبني. بتهيأ لك بكرة تفتكر الأيام دي وتضحك عليها. يا جدي، اللي بيني وبين منى اقوى من الايام نفسها. بيتهيأ لك مفيش اقوى من الايام. الايام دواره وقلابه، ومن نعم ربنا علينا نعمه النسيان. انساها حبيبي، انساها، وإن شاء الله ربنا هيرزقك باللي أحسن منها وتستاهلك. فتح النبي يا رئيس محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ألف ألف مبروك. مبروك يا رئيس محمود، مبروك يا عروسة. زغروطه يا حبايب، زغروطه يا ولا حباش. ماشي، الف مبروك يا استاذ سمير. تسلم يا ولد.
يلا رص الكراسي حبيبنا كتير. الشربات عندي واللي هيكسفني هنزعله مني ومش هنعرفوه تاني. مليان دي من اعدامها يا ست عزيزه. ربنا يكبر بخاطرك يا ست سعيد. اللي جابلك في الافراح كده نهار ما تلاقي اللي انت بتدوري عليه. قريب قوي ان شاء الله. انت مش ناوي يعني الليله تعملي لنا شويه حركات؟ عايزنا نرقص؟ يبقى كتر الف خيرك. لا احنا خلاص هنبطلوه. يعني هنبطل الرقص على حظنا احنا؟ لا ساعه الزفه هنمشوا فيها بس من غير بدله يا اخويا. زي بعض. وماله يا ستي؟ بس ليك عليا يوم ما تيجي وتحن وتميل نرقص لك انت لوحدك. بس هنقولك ازاي في الاوضه هنا يا ست عزيزه؟ ما انت اصلك يا اخويا لو بتاخد وتدي معايا في الكلام كنت عرفت ان عندي شقه تانية في محرم بيه. الجديده دي اني بتاعت الجديد كله. طيب و وسلامة. يوه هي سيرة هنقعد نعيد ونزيد ونقولولك ان احنا اتطلقنا. طب حس كده بقى فكروا. نوصفولك العنوان؟ اوصفي اوصفي يا ست الكل. اوصفي يا شربات.
البلطجي ده انا اخترته حبيبي وحياتي ودنيتي. اشهد يا بحر بحبها. اشهد يا بحر بحب بحبك بحبك. رفضك ده لازم يبقى معلن. أنا فاهمة أنت بتقول كده ليه؟ يا إخوانا بلاش خلافات وصراعات. صعب قوي. أنا جاي أبسطكم، والله جاي أبسطكم، إزاي أتعلم؟ أفراد بعثة وصلوا. ألمانيا كلها فردالي دراعاتها وبتقول لي أهلاً بيك. أهلاً أهلاً. قولي لي بس عرفتي إيه؟ إيه الكلام الكبير ده؟ أنا مش فاهم حاجة. هي دي المشكلة. هتقدر على بعدها؟ نصيبنا كده. أنا وخالد هنقعد في أوضة واحدة. أنا بقى مش مطمن. عباس بيحبك يا سهير. اغصى عليك يا راجل. أنا نام على الجنب اللي يريحني. إيه الحكاية الملهلبة دي؟ أنا